زين بيه مشكلة غير بعض المسلمين؟ يعني أقل لا أقل بس هو بيحافظ على نفسه هو فيه حتى نص من صار زين إذا هو ما لقنا واللي هسه ما طلعت العرب يعني ما لقح اللي هسه ما طلعت العرب ما عندنا مشكلة إلا يعني هذا عنده مناعة صار بجسمه لا راح يكون نواقض فاللاعب يقول المرأة بدون أعراض بس هم صغار ست دول هنا مو كبار مو عدد كورونا الأطفال كل يوم يطيح هسه نفس العائلة يجي لنا مقعد يعني زين هاي السلاسل زين هاي الموجه الرابعه اللي حتجينا هاي